العربية. الدكتور أسامة حتة، أستاذ الأشعة التداخلية كلية طب عين شمس، سكرتير عام الجمعية المصرية للأشعة التداخلية، عضو الجمعية الأوروبية للأشعة التداخلية، عضو الجمعية الأمريكية للأشعة التداخلية، عضو اللجنة العلمية للجمعية العربية للأشعة التداخلية. أهلا بكم. النهاردة يوم طبعا مهم جدا في عالم مثير اسمه الأشعة التداخلية. أنا من هواة التاريخ، هحكي لكم نبذة عن تاريخ الأشعة التداخلية كده عشان تتخيلوا. في 1923، وده في الطب يعتبر تاريخ حديث نسبيا لأنه الأشعة التداخلية من العلوم الحديثة، أول رؤية ناجحة للأوعية الدموية على الأشعة كانت اتعملت قام بيها دكتور عالم سويدي اسمه سيفين إيفار سيلدلجر. سيلدلجر ده طبعا اسم تقيل، انتوا عارفين الاسامي السويدية، عمل عملية اسمها سيلدلجر اوبريشن وسميت باسمه، كانت الاساس لعلم الاشعة التداخلية. وجان بعد كده جه عالم تاني اسمه تشارلز دوتر، وده عمل عملية باستخدام الاشعة التداخلية عن طريق الدخول للأوعية الدموية، ودي بداية علم الأشعة التداخلية المهمة جدا الآن. المميزات اللي سجلها تشارلز دوتر في كتبه بقت أساس علم الأشعة التداخلية إن هي إيه؟ أول حاجة إنها عملية ذات طابع يتميز بالسرعة. ثانيا إنه ما فيهاش جراحات أو فتحات جراحية كبيرة، ده هي كلها فتحات بالمليمترات. ثالثا الريكفري بعد العملية اللي بتتعمل بالأشعة التداخلية سريع جدا، اللي هي سرعة الحياة، العودة للحياة مرة أخرى. فأصبحت من هنا ده البيزك الثلاثي اللي اتبنت عليه علوم الأشعة التداخلية. النهاردة هتلاقي الثلاث حاجات دول بيتكرروا في كلامنا، اللي هي عملية سريعة مش واخد وقت طويل، عشان كده عوامل البنج أو تأثيرات البنج السلبية مش هتكون موجودة لو في بنج أساسا، ممكن تكون من غير بنج. ثانيا الجلح الصغير. ثالثا الريكفري اللي هي إعادة الحياة مرة أخرى. طب في إيه؟ قصص عاملة إزاي؟ ده النهاردة الحوار الممتع مع عالم قدير واسم كبير بنفخر حقيقة، واحد من عواميد الفخر الكبيرة الموجودة في الناس الحلوة، وكمان أكيد في الدكتور النهاردة أكيد واحد من علماء هذا المجال ورائد قدير لهذا المجال. بنسعد جدا بالحوار معه، بيمتعنا بجد بهذه الأفاق العريضة للأشعة التداخلية، القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في هذا المجال، الأستاذ الدكتور أسامة حتة، أستاذ الأشعة التداخلية بكلية طب جامعة عين شمس، وسكرتير عام الجمعية المصرية للأشعة التداخلية، عضو الجمعية الأوروبية للأشعة التداخلية والجمعية الأمريكية للأشعة التداخلية واللجنة العلمية للجمعية العربية للأشعة التداخلية، الرائد القدير والاسم الكبير. منورنا يا استاذنا وشرف كبير لينا. يا اهلا دكتور ايمن، ازاي؟ انا بحب التاريخ فقلت يعني ايه طبعا اقول للناس، بس مش يعني علم الاشعة التداخلية ليس علم قديم. هو سيلدلجر ده العالم السويدي ده اول واحد عمل التكنيك اللي تسمى باسمه اللي هو سيلدلجر تكنيك، وده يكاد يكون الاساس بتاع كل الاشعة التداخلية، ان هو حضرتك بتخش فتحة صغيرة مدخل ثم سلك مرشد ثم قسطرة، دي البيزكس فعلا زي ما حضرتك تفضلت الأول، دي البيزكس بتاع كل الأشعة التداخلية، سلك مدخل قسطرة. من أهم استخدامات الأشعة التداخلية مرضى أورام الكبد. الحقيقة الأشعة التداخلية جد غيرت تماما تاريخ علاج مرضى أورام الكبد وقلبتها رأسا على عقب. المريض ده كان بيبقى عنده ورم، الورم يبقى صغير، وبعن لسوء الحظ أورام الكبد دي أورام صامتة ولا تعبر عن نفسها إلا لما يحصل حالة انهيار للمريض. يعني المريض بيفضل ماشي، ورم صغير، الكبد ده يتأثر لحد ما بنقول إحنا دايما بيبقى داون هيل، أول ما تظهر يحصل زي انهيار. الورم كان بيبقى صغير، واحنا حتى لو اكتشفناه كنا بنشوفه قدام عينينا
بينمو واحنا مش قادرين مكتوف الايدي مش عارفين نعمل حاجه، لحد ما جت الاشعه التداخليه غيرت التاريخ في علاج مرضى اورام الكبد. لو عايزين ندي نبذه صغيره، احنا دايما اورام الكبد لازم احنا نبقى سابقينها بخطوه، بمعنى مريض تليف الكبد لازم يجري فحص مستمر كل 3 شهور بالموجات الصوتيه ودالات الاورام عشان نكتشف الورم صغير، لان ده اساس العلاج بالاشعه التداخليه. لو احنا اكتشفنا ورم في حدود 3 سم على سبيل المثال، ورم صغير نسبيا، اول حاجه او اول اجراء والاجراء الكلاسيكي اللي احنا بنعمله ما يسمى بالكي، كي هذا الورم بالتردد الحراري كلاسيكيا وحديثا بالمايكروويف. دي طفرة مذهلة. الورم اللي احنا مش قادرين نعمل له عملية جراحية كبيرة، تخيل حضرتك لو بصينا قدامنا بنخش بإبرة قطرها 2 ملي من خلال الجلد موجهة بالموجات الصوتية عشان نوجهها لداخل الورم، نطلق موجات التردد الحراري أو المايكروويف، يتحول هذا الورم النشط أو هذا الوحش إلى خلايا متليفة تضمر وتتلاشى. زي ما سعادتك شايف أو زي ما المشاهدين شايفين الصورتين اللي في أعلى الصورة، الورم الحاجة المدورة اللي لونها أبيض، احنا عندنا في الأشعة المقطعية احنا بنتابع بالأشعة المقطعية دايما، الحاجة اللي لونها أبيض في الأشعة المقطعية دي الحاجة الحية اللي وصل لها دم أو وصل لها صبغة في الأشعة. الصورتين اللي فوق دول الورم لونه أبيض يعني عايش، تحت الورم كله تحول إلى اللون الأسود يعني ده ورم متليف أو ورم خامل. لو تلاحظ حضرتك كمان إن الجزء الأسود اللي تحت أكبر من الجزء الأبيض، لأن إحنا بنكوي مساحة أمان زي ما يكون الجراح بيشيل الورم وبيشيل جزء حواليه. فده إزاي التردد الحراري بإبرة رفيعة حلت محل عملية جراحية كبرى، ودي تعتبر طفرة رهيبة، مريض لا يمكن علاجه إلى مريض عولج بوسيلة بسيطة جدا. المدهش ان دي بتتم في خلال يعني من نص ساعة الى ساعة تحت بنج بسيط جدا خاص للكبد. المريض بيقدر بنروحه بعديها 3 إلى 4 ساعات ويقدر يمارس نشاطه بعديها، لان هو ما عندوش فتحات جراحية وبالتالي ما عندوش اي فترة نقاهة. طيب ده في الاورام الصغيرة. طب لو الورم كان اكبر شوي على سبيل المثال 5 سم 6 سم، بننتقل إلى وسيلة أخرى من الوسائل المذهلة للأشعة التداخلية اللي هي الأسطرة أو الحق. الأسطرة دي الأنبوبة السحرية، أنبوبة بلاستيكية دقيقة قطرها حوالي 2 سم، بندخل دايما من خلال الفخذ زي ما احنا شايفين. دي حالة حقيقية من الحالات بتاعتنا، أو ده المدخل الرئيسي الناس حفظت بقى لكل الجسم، دخول الجسم بنخش تحت بنج موضعي من الفخذ اليمين زي ما حضرتك شايف. المريض نايم اهو على جهاز الأسطر اللي هو جهاز الأشعة اهو، من خلال الفخذ اليمين نخش بالأسطرة دي الفخذ اليمين لشريان الفخذ ثم الشريان الأورطي، ونوجه الأسطرة دي تحت جهاز الأشعة عشان ندخل لشرايين الكبد، ومن شرايين الكبد بنعمل خريطة شريانية نبين فين التغذية الدموية بتاع الورم، ونحقن زي ما حضرتك شايف كده احنا بنخلط الاحمر ده دواء الكيماوي زائد ماده زيتيه اسمها البيدول. تاخد الدواء الكيماوي واحنا شايفين قدام عينينا اهو، احنا شايفين بنوجه القسطره وبنحقن الدواء داخل الورم بدقه. فحقنا داخل الورم كيماوي والماده الزيتيه تخلي الكيماوي يلزق داخل خلايا الورم اللي هي بتموته. مش بس كده، بعد ما بنحقن الخليط ده من الدواء الكيماوي والمادة الزيتية بنقفل الشرايين اللي بتغذي الورم ده، وبالتالي نقلل التغذية الدموية. فاحنا حقنا الكيماوي جوه، منعنا التغذية الدموية، كل العوامل دي بتخلي الورم يضمر ويتلاشى ويموت. ده لو كان الورم أكبر شوية. زي ما حضرتك شايف هنا أهو القسطرة دي أنبوبة دقيقة جدا وأنا داخلين، وبنوجهها من خلال الفخذ الايمن، واحنا شايفين قدامنا بدقه جدا القسطره. احنا بنشتغل على جهاز القسطره ده يقدر يشوف حاجات تصل الى ملي و2 ملي.
زي ما احنا شايفين هنا، احنا قدامنا هو الحاجة الدائرة السوداء دي، هو احنا بنحقن الدواء اللي هو لونه اسود ده، بيتركز داخل الورم. كل الورم اللي هي الدائرة دي تشبعت بالخليط اللي هو الكيماوي زائد المادة الزيتية اللي هي الليبيدول، كلها اتملت اهي. ده المنظر اللي على الشمال، ده فوق ده الورم قبل الحقن، وتحت المادة اللي احنا حقناها بيبقى لونها ابيض، تركزت كلها داخل الورم، وفي النص في حاجات سودة، ده هواء، معناها ان الورم بقى متليف وبقى خامل وبعد ما كان نشط في الصورة اللي فوق. ده في امر اخر، وفي حالة مرضية اخرى بتتعلق بالكبد، لكن هي بنصنف عليها ممكن تكون بقى acute condition اللي هو الصفرة الانسدادية. ناس كتير ما تعرفش يعني ايه obstructive jaundice او صفرة انسدادية. ده سؤال مهم دكتور ايمن. احنا الصفرة نوعين، صفرة نتيجة مرض في خلايا الكبد، وصفرة الانسدادية اللي هي في انسداد في القنوات المرية، فالسائل الصفراوي وهو ماشي بعد ما افرز من خلايا الكبد مفروض ان هو يروح للامعاء، بيقابل انسدادات في القنوات المرية دي، وغالبا بيكون يا اما حصوات او اورام. اشعة تداخلية عملت طفرة في علاج الصفرة الانسدادية. احنا عشان كنا نرجع الصفرة لمسارها الطبيعي، كان الحل كان جراحي. الجراح بيعمل عملية اسمها باي باس، بيوصل القنوات المرارية من فوق الانسداد بالامعاء. احنا دلوقتي زي ما حضرتك احنا شايفين هنا، بنخش من خلال الجلد زي ما شفنا بإبرة، من خلال الموجات الصوتية، الحاجات السوداء الانابيب دي القنوات المرارية، احنا بننشن عليها بالموجات الصوتية اهو، دخلنا جوه القنوات المرارية بالإبرة دي، وهنشوف لو شفنا صورة الجلد بعد كده ابتدى السائل الصفراوي يجي، معناه احنا داخل القنوات المرارية. ده بالموجات الصوتية هندخل السلك المرشد اللي احنا مدخلينه ده، ونبص في صورة الأشعة بعد كده اهو، الحاجة الحتة السوداء دي القنوات المرارية المتمددة، فجأة هنلاقيها وقفت وبقت القنوات المرارية شعرة. السلك المرشد اللي احنا دخلناه ده هنعدي بيه حتة الدي اللي هي قافلة اهو، بنحاول نعدي الدي او المنطقة الدي او الورم اهو، احنا عدينا. كل ده تحضيرا ان احنا نركب حاجة اسمها دعامة للقنوات المرارية. دعامة القنوات المرارية دي يعني انبوبة قطرها حوالي 10 ملي معدنية زي دعامات القلب كده، بتوسع الدي ده اللي هو كان شعرة، كأننا بنخلق قناة مرارية جديدة. المذهل ان كل ده من الفتحة الصغيرة اللي احنا شفناها من غير اي فتحات جراحية. بعد ما دخلنا بنوسع زي ما احنا شايفين كده بالبالونة، استعدادا ان احنا نركب اهو دي البالونة. البالونة دي بتوسع دي الاول تمهيدا بعد كده للخطوة بتاع تركيب الدعامة اللي هنشوفها دلوقتي، الدعامة المعدنية. دي مهمة جدا عشان ما يحصلش ري بالظبط كده. بيبقى ليها زي بنقول ايه، بنقول اكسبريشن معلش، ريديال فورس، يعني هي بترجع القناة المرارية لوضعها، وبتاخد الايه، بنوسع كل اجزاء الدي توسيع. عشان هنا اهو الدعامة زي ما حضرتك شايف في حاجة، احنا هنا دي بنفتح الدعامة بنشد عشان ايه، نطلق الدعامة. الدعامة يعني بتبقى داخلة مقفولة بالظبط، وتبدأ تتفتح، نشيل الكفر اللي عليها ده عشان هي اهو مثل هي بتبقى سوستة لايك يعني بالظبط كده، وتبدأ تنفتح فتبدأ المسار بتاع، لأنه وبالتالي بيبقى متألم جدا قبليه وبالتالي غير الألم، ارتفاع نسبة الصفرة بيلخبط كل الجسم. وبعدين ارتفاع الصفر يخش على الكلى يعمل مشاكل، من اللي هو البيلروبين نيفروباثي او تاثير الصفر على الكلى، ثم على المخ، ثم التهابات في القنوات المريه. الحقيقه عندنا انسداد الصفراوي ده حاله طوارئ، اكيوت كونديشن، حاله طوارئ، يعني لازم على طول في نفس الليله نبدا ننزل نشتغل عليه. ده من ضمن الحاجات المهمه جدا. اجي بقى للحاجه اللي تهمني انا قوي على مدار الشغل انا، يعني فاللي هي الغده الدرقيه. دي مش طفرة، ده احنا بنسميها في الأشعة التداخلية وريحتونا الفتح المبين. وريحتونا لأن المريض كان عنده رعب، المريضة كان عندها رعب. صحيح. الجراحة صحيح والشق الجراحة مش رعب، ده كان كابوس دكتور أيمن.
تخيل حضرتك واحدة عندها ورم حميد في الغدة الدرقية، وظائف الغدة سليمة، بس هو الورم الحميد ده عامل لها تضخم في الرقبة، أو ضاغط على القصبة الهوائية مضايق النفس شوية، أو مضايق البلع. ولازم علشان تتخلص من هذه الأعراض إنها تعمل فتحة رهيبة كبيرة جدا، وعملية جراحية كبرى تحمل بعض أو مخاطر كبيرة، تأثير العصب، تأثير على العصب اللي بيغذي الحنجرة، وجراحة دقيقة جدا. جت الأشعة التداخلية، عشان كده أنا بقول فتح مبين، حلت الإشكالية دي. إحنا مش خايفين من الورم، لأن هو خدنا عينة وتأكدنا إنه حميد، ويمكن دي عملية حقيقية قدامنا. مش خايفين من الورم، إن ده ورم حميد، فبندخل بإبرة رفيعة جدا تحت الموجات الصوتية ببنج موضعي، وساعات ندي مهدئ خفيف كده لو المريض قلقان. هنا ده المريض كان عنده الحقيقة صعوبة في التنفس، ما بيقدرش ينام فلات، عشان كده لو تلاحظ حضرتك احنا حاطين له خمسة بالظبط، حاطين له 45 درجة، يعني مش نايم فلات، مش نايم على ظهره بالكامل، وحاطين له اكسجين لانه كانش يقدر ينام فلات، وسنه كبير وما يقدرش يعمل عملية. بندي بنج موضعي تحت الموجات الصوتية، وندخل بإبرة التردد الحراري. إبرة التردد الحراري دي إبرة قطرها حوالي 2 ملي، بنوجهها للورم الحميد زي ما احنا شايفين تحت السونار، وبعدين بنطلق موجات التردد الحراري تكوي خلايا التضخم ده بالكامل. الحقيقة بعد الخلايا لما تتكوي تبتدي تصغر وتتضاءل، والورم اللي كان كبير جدا وضاغط على الأعضاء المجاورة، سواء القصبة الهوائية أو المريء أو طالع لبره، عامل الشكل اللي مش لطيف ده، وخاصة عند الستات، يبتدي يختفي. الجويتر ده التضخم يختفي، النفس يبتدي يرجع لطبيعته، لو كان في صعوبة في البلع تختفي. المذهل إن الإجراء ده بيتم يعني بالكتير ما بناخدش أكتر من نص ساعة ببنج موضعي. المريض أو المريضة، ده لو احنا شايفين هنا ده جهاز التردد الحراري أهو، اللي هو متوصل بالإبرة اللي هي بتخش داخل المريض تحت الموجات الصوتية. احنا بنبقى شايفين قدام عينينا الإبرة رايحة فين، المكان العصب بتاع الحنجرة معروف، احنا بنقدر الأشعة لأن احنا شايفين كله أندر فيجن. بعد ما بيحصل الكي، الإبرة الجزء اللي بيتحرك ده، بعد ما بيحصل الكي الجزء اللي اتكوى بيبقى لونه ابيض بيبين قدامنا، بنغطي كل الورم ده بالكامل عشان نضمن ان هو هيضمر ويتلاشى. دي طبعا انيميشن، ده انيميشن بيبين الفكره ازاي، او الابره بتخترق الجلد. ساعات بتبقى العمليه الجراحيه صعبه فعلا. اخد الحقيقه دكتور ايمن، كلما امكن تفادي العمليات الجراحيه بوسيله أقل تدخلاً مينيمال انفيزيف وآمنة بلا أي فتحات جراحية، كل ما كان المريض الحياة بيفضل كده. عشان كده دايماً أنا بسمي دي الفتح المبين في عالم الأشعة التداخلية. وريحت ناس كتير كانوا مترددين، نقول لهم لازم تعمل صحيح عملية، في جويتر كبير، صحيح، في ضغط التنفس يا عم. بص حضرتك يعني المريض ده على الشمال وصل لأنهي مرحلة حضرتك؟ كتير من دول موجودين على الشمال، شوف اللي حضرتك الورم وصل لمرحلة مش قادر من ياخد القرار. احنا دي صورة المريض ده بعد 3 اشهر. المريض ده كان عنده ورم كبير ضاغط على الشريان السباتي اللي هو بيغذي المخ، كان بيجي له دوخه، ما كانش بيقدر ينام فلات، وما كانش قادر طبعا يتبنج ولا يعمل عمليه، حتى لو وصل للمرحله دي واضطر ياخد القرار ما كانش هيقدر. احنا بالاجراء البسيط ده لو نبص على اليمين ده المنظر بعد التردد الحراري الغده الدرقيه. في محطه ثانيه مهمه جدا، هي محطه دوالي الثقيل. دوالي الساقين دي بقى مشكلة المشاكل، ودي ملتقى التخصصات. علشان كده أنا سميت الحلقة دي الحلقة البانورامية، اللي هي أن احنا بناخد بانوراما أو تأمل للأشعة التداخلية قدرت تعمل إيه في كل أجزاء الجسم المختلفة. دوالي الساقين ده مرض شائع، وبرضو كان علاجه لو احنا بصينا الهيستوري كان جراحة. الدوالي دي طبعا تمدد في الأوردة لما الصمامات بتبوظ فيها، تتمدد وتدي المنظر اللي احنا بنشوفه كلنا، الأوردة اللي هي المتعرجة اللي باينة تحت الجلد اللي هو الدوالي.
كان الحل ان احنا الاورده المتمدده دي الجراح بيفتح ويشيل الاورده دي عشان نتخلص منها. الاشعه التداخليه برضو اوجدت حل سحري، ده انيميشن بيوضح لو الوريد احنا داخلين فيه بنخش بحاجه بنعمل ما يسمى كي الدوالي بالليزر. قسطره الليزر دي قسطره برضو دقيقه جدا في طرفها ليزر، بنوجهها تحت الموجات الصوتيه تخش الوريد، وزي ما احنا شايفين الانيميشن ده من نقطه صغيره جدا نخش داخل الوريد، بدل ما نشيله جراحيا احنا بنلغيه ونكويه من الداخل. دي بتكون النتيجه. لو احنا بصينا على الشمال دي الدوالي المتمد، بص حضرتك المنظر ازاي رهيب، وبص دي بعد الكي بالليزر لو نلاحظ مفيش اي فتحات جراحيه تماما، والدوالي اللي هي متقدمه جدا اختفت خالص في الناحيه اللي على اليمين. ده من الانجازات الكبيره جدا في الاشعه التداخليه للمرضى دول كتير جدا يا دكتور ايمن. وبرضو علاج الدوالي الحقيقه مش بس منظر، ليس رفاهيه، لانها بتتطور وتوصل للاخر لقرحه وامراض احنا لا يحمد عقباها. الاشعه التداخليه اقتحمت عالمين، عالم خاص بالذكور وهو البروستاتا، وعالم خاص بالاناث وهو الفيبرات. هنبدا بالذكور البروستاتا. السيدات اولا طبعا، كان بروتوكول كده لكن انا هبدا بالبروستاتا. خلي الفاكهه في الاخر، خلي الفيبرات في الاخر. اهم من اهم الانجازات برضو الاشعه التداخليه دوالي الخصيه. دوالي الخصيه ده مرض برضو موجود في الشباب. لو تمددت الاورده اللي حوالين الخصيه نتيجه برضو مشكله في الصمامات، الاورده دي بتتمدد وتكون مجموعه من الاورده المتمدده حوالين الخصيه، وبالتالي يحصل مشكله في تصنيع الحيوانات المنويه، يا اما عدد الحيوانات المنويه او نوعيه الحيوانات المنويه، وكل ده بيؤثر سلبا على الانجاب او القدره على الانجاب عند الرجل. احنا بنخش ببساطه من وريد الرقبه، وبرضو دي كانت دايما انا المريض لما بيجي يسالني هنعمل علاج دوالي الخصيه بالاشعه التداخليه ازاي، اقول له هنخش من الرقبه، فيحصل بيستغرب جدا، لا كل اورده الجسم موصله ببعض. احنا بنخش من وريد الرقبه على الوريد الاجوف العلوي، ثم القلب، ثم وريد الاجوف السفلي، ونوصل في الناحية الشمال للوريد الكلوي، ومنه إلى الوريد الرئيسي اللي بينزل على الخصية، ونقفل هذا الوريد من الداخل. بنقفل الوريد من الداخل بملفات حلزونية أو بمواد صمغية أو مواد رغوية. كل المواد دي مؤداها إن احنا بنقفل الأوردة دي من الداخل، وبالتالي نلغي الأوردة المتمددة حوالين الخصية، وبالتالي ترجع تصنيع الحيوانات المنويه لوضعها الطبيعي. احنا بنخش من الوريد الحقيقه، احنا بعد ما نخلص الاجراء ده اللي هو بيتم في حوالي نص ساعه، بنخلي المريض بس يدوس هنا لمده 5 دقائق واذا روح البيت على طول. فتحول الامر من مريض كان بيعمل جراحه في حته دقيقه وحساسه وبيقعد فتره نقاهه كبيره، الى مريض بيعمل اجراء في نص ساعه وروح البيت كانه خد عينه الدم. البروستاتا بقى. ده الدوالي الخصي. البروستاتا ده برضو من الامراض، امراض السن، تضخم البروستاتا. البروستاتا بتتضخم بتضغط على مجرى البول، وبالتالي المريض يجد صعوبه في التبول. كان الحل الوحيد ان المريض ده نخش من مجرى البول وجراح المسالك يعمل له منظار. المنظار ده بنشيل الجزء من البروستاتا اللي حوالين مجرى البول، يرجع تدفق البول الى مجراه الطبيعي، ويرجع المريض يتبول باريحيه. الحقيقه بجانب ان دي عمليه جراحيه وبنجو كده، في بعض المشاكل بيحصل ساعات عدم تحكم في البول عند بعض المرضى او قصف مرتجع. اشعه تداخليه احنا بنخش بالقسطره للشرايين اللي بتغذي البروستاتا، ونحقن حبيبات بتقلل الدورة الدموية بتاع البروستاتا، تبتدي البروستاتا حجمها يقل، وبالتالي الضغط على مجرى البول يقل، وبالتالي المريض عادات التبول عند المريض عدم تفريغ البول،
ان هو بيقوم بالليل كتير، كل العادات التبول ترجع الى وضعها الطبيعي. كل ده من غير فتحات، من غير اي فتحات جراحيه. المريض الحقيقه احنا بنعمل له من خلال برضه شريان الفخذ الايمن، بينام حوالي 5-6 ساعات عشان داخلين في الشريان، ويقدر يروح البيت مباشره ومبقاش فيه اي فتره نقاهه. فايبرويد دول الذكور. فايبرويد في الستات طبعا الاورام اللي فيه، الاورام اللي فيها، ودي كانت برضو مشكله كبيره جدا عند كتير من الستات. الست بيبقى عندها ورم ليفي، طول ما الورم الليفي ساكن احنا بنقربلوش، لكن لما يبتدي يعلن عن نفسه ويحصل النزيف المتكرر عند السيده، او يضغط على المثانه او المستقيم، وتبتدي تشتكي من اعراض كتيره، تغير في عادات التبول، او المشكله عند التبرز، لازم ناخد اجراء اشعه تداخليه. جت قدمت برضو حل مذهل من خلال القسطره بنفس فكره البروستاتا، نخش لشرايين الحوض، نوصل لشرايين الرحم. لو بصينا هنا على الفيديو بنحقن الحبيبات الماده البيضة دي، بنوجهها بدقه للشرايين اللي بتغذي الورم الليفي ونحقنها. زي ما احنا شايفين الحبيبات اهي بتسد الشرايين، اي عضو او اي جزء من الجسم بتمنع عنه التغذيه الدمويه يبتدي يحصل له زي ضمور، فده اللي احنا عايزينه، بنقلل الدوره الدمويه او نقفلها يضمر الورم. لو بصينا هنا احنا بنتابع برنين المغناطيسي على الشمال، الدايره الحمراء دي حجم الورم قبل الحقن، وده لو بصينا شوف ازاي تلاشى بعديها بحوالي 3 شهور لما عملنا الرنين المغناطيسي بعد الحقن. لما الورم يتلاشى كل الاعراض اللي هو بيسببها بتبتدي تختفي، سواء النزيف، سواء ضغط على المثانه، سواء ضغط على المستقيم، كل ده برضه بنفس المنطق، كل ده من غير اي فتحات جراحيه، وبالتالي من غير اي فترات نقاهه. الست بس فيه شويه مغص زي مغص الدوره الشهريه كده، بديله علاج بسيط وبيختفي بعد كده. الحقيقه اسعدتني بهذه البرنامج، ربنا يخليك. اجمل انواع الحلقات البانوراميه اللي هي فيها شكل درامي من المرور على مختلف الاشكال المرضيه، وازاي وضعت الاشعه التداخليه حلول لهذه الاشكال المرضيه. دي حلقه تامليه زي ما قلت لحضرتك، حلقه بانوراميه يعني لما كل الفروع التخصصيه اللي دخلت فيها الاشعه التداخليه بنسبه كبيره جدا. ضيفي العزيز القمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور اسامه حته، استاذ الاشعه التداخليه بكليه الطب جامعه عين شمس، سكرتير عام الجمعيه المصريه للاشعه التداخليه، عضو الجمعيه الاوروبيه والامريكيه واللجنه العلميه للجمعيه العربيه للاشعه التداخليه. اسعدنا جدا في احدى حلقاتنا الرائعه كالعاده في واحده من الفروع الطبيه اللي بتحل مشاكل كثيره جدا، وعندنا احنا بقى بتحل لنا مشاكل مع مرضى يرفضوا الجراحات، وربما رفضهم للجراحات ده يدخلهم في مشاكل ضخمه جدا. جات الاشعه التداخليه تعاملت مع هؤلاء المرضى ومع اسبابهم ومبرراتهم لرفض الجراحات بشكل من يعني اقول ايه، الاسعاد الكامل لكل الاطراف. كل الاطراف ساعدت، اطباء البطنه ساعدوا، اطباء الكبد ساعدوا، كل الناس بقوا مبسوطين جدا، والفضل لهذا البرانش الرائع جدا. نورت الناس الحلوه. شكرا شكرا دكتور ايمن، ربنا يخليك. ربنا يبارك فيك، خليكم دايما معنا بقى مع الاشعه التداخليه مع الناس الحلوه. الدعامه هي معدن، انا بنفخها بالبالونه افردها لانها بتبقى متطبقه على بالونه، اول ما انفخ البالونه المعدن ده يتمدد وياخد القطر الداخلي بتاع الشريان. الدعامة بتشك؟ لا ما بتشكش. هل الدعامة بتتنقل من مكانها؟ ما بتتنقلش. طب أنا خايف أكح، لحسن تتحرك يا حبيبي، كح واعطس واضحك واعمل كل حاجة، مش هتتحرك من مكانها ولا هتتنقل من مكانها خالص. بعد الأسبوع الأول يا دكتور أيمن تقدر المريض اللي ركب دعامة يقدر يمارس حياته الطبيعية كلها بدون أي حرج.